مريم فارس. على بيكم مرحبوا. يلا حيوهم. وحسيت ان هي شويه بتقلد شاكيرا يعني. توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكا تاكا. اغنيه مريم فارس المونديالية او النشيد الرسمي لمشجعي الفيفا اثارت الكثير من الجدل. سلام عليكم. ولكن قبل الحديث عن الجدل الذي اثارته الاغنيه لابد من الاشاره الى انها باتت الاغنيه الاولى في تاريخ الاغاني الرسميه للمونديال التي تحتل المرتبه الاولى في تطبيق ايتونز اشهر تطبيقات الصوتيات في الولايات المتحده والعالم. مريم فارس أصبحت أول مؤدية عربية تحتل هذا المركز في التطبيق بعد مشاركتها بالأداء إلى جانب الأمريكية نيكي ميناج والمغني الكولومبي مالوما، وربما هما أيضا يرجح البعض أنهما أعطيا شعبية لهذه الأغنية. ولكن رغم هذه النتيجة المذهلة للأغنية إلا أنها لاقت من الانتقادات ما لاقته بسبب اتهام المؤدية اللبنانية بتقليد أيقونة المونديال شاكيرا. بينما ذهب منتقدون آخرون إلى انتقاد نوعية الكلمات الركيكة بحسب وصفهم والملابس والأداء، بالإضافة للصورة النمطية التي رسمتها رقصة الملثمين عن العرب، تلك الصورة التي تكررت كثيرا في أعمال فنية غربية. والله كل الأغاني حبيتهم حلوين، بس حبيت كمان غنية مريم فارس مع أنه سمعت كثير عالم ما حبوها. تنحفز بسرعة، يعني حماسية حلوة. Yes, it was really nice. لا ما سمعتهش. لا 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 انا سمعت جزء بسيط كده بس ما مش اللي هي اللي فيها الحماس. ما حبيتهاش منها خالص بصراحه. اغنيه المونديال حلوه كتير قوي وايد. مريم فارس اغنيه جميله صراحه وعربيه، وتشرفنا تكون مغنيه في كاس العالم مغربيه عربيه يعني. هلا هي حلوه بس ما حسيتها كتير لكاس العالم، يعني حسيت انه ممكن الكلمات، حسيت ممكن كان يطلع معهم كلمات اقوى مثلا. اول مره بسمعها بس عجبتني على الاخر على الاخر على الاخر. هلا 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 يلا حيوهم ارحبوا. غني للي تحبه خليك قربه جنبه. هي دي احسن اغنيه. أغنية توكا تاكا هي الخامسة في ألبوم مونديال قطر 2022 بعد أغنية قناديل السماء أو لايف سكاي وهيا هيا وأرحبوا وأغنية العالم بين يديك The world is yours to take. كما أنتجت العديد من الأغاني غير الرسمية لمونديال قطر والتي يمكن أن تزاحم أغاني المونديال في وصولها الجماهيري، كما حدث في مونديال البرازيل عندما تصدرت أغنية ارفعوا الأعلام عدد المشاهدات ولقت قبولا جماهيريا واسعا. وهذا أيضا حدث في مونديال قطر مع أغنية الشاب خالد أبطال أو تشامبيونز. وأنتم ما رأيكم؟ أي أغاني المونديال أعجبتكم؟